عليكم وسعدتم صباحا في جلسة جديدة من جلسات مؤسسة المدى الثقافية، والتي نتواصل من خلالها الاحتفاء والمتابعة لحياتنا الثقافية واستذكار رموزنا الرواد. يعني هذا الاستذكار للرمز الثقافي هو ليس استذكارا أخلاقيا، أي أننا نستذكر فلان ونستعيد فلان فقط، وإنما هو تأكيد على أن الفعل الثقافي هو فعل تراكمي. وبقدر ما أن الفلاسفة يتحدثون عن القطيعة المعرفية والقطيعة التاريخية، فإن هذه القطيعة لا تتقاطع مع التراكم بالمعنى القيمي للتراكم. فنحن حينما نتحدث عن أينشتاين مثلا نتحدث عن نيوتن، رغم أن لهما اتجاهات أخرى. حينما نتحدث عن هابرماز نتحدث عن كانت. حينما نتحدث عن يوسف العاني نتحدث عن شكسبير. يعني هذا التلازم وهذا التعالق، هذا الأثر، هذه الكهرباء العميقة، الكهرباء الإنسانية. والدليل على ذلك أن الكل حينما يتحدث عن المسرح يتحدث عن أرسطو. يعني هذا رغم أن يعني منطق الأرسطي أصبح يعني منطق غير مستعمل، لكن مع ذلك أن هذا الترابط، هذا التعالق، هذا الاشتباك هو يدل على أن الثقافة هي لوحدها فقط ما زالت تؤمن بالترابط، وما زالت تؤمن بهذا التواصل ما بين المنجزات الثقافية التي أنجزها الإنسان منذ أن كتب على كتب أول حروفه، كتبها على الكهوف وكتبها على الحيطان. اليوم يعني حينما نستعيد يوسف عبد المسيح ثروت، وأنا متألم، يعني يوسف عبد المسيح، أنا أخبرت الأستاذ الدكتور عقيل أنه كان ينبغي للمسرحيين العراقيين قاطبة أن يحتفوا بهذا الرجل، لأن هذا الرجل المعلم، هذا الرجل العميق، هذا الرجل الذي أسهم في ما يمكن تسميته بأول من تعامل علميا مع مفاهيم النقد، النقد المسرحي بشكل خاص، من خلال ترجمة، من خلال التعريف بالمنجزات، من خلال وعيه في رصد التحولات المهمة التي حدثت مو فقط في الصناعة المسرحية، وإنما التي حدثت في الفكر المسرحي وحدثت في النقد المسرحي. وهذه قضايا مهمة جدا. يعني إذا لم نحن كمثقفين، إذا لم نضعها دائما أمامنا، وحتى نؤمن بأن الحياة متواصلة وأن المبدعين ينجزون أو يواصلوا رسالة ما أنجز، أعتقد هذا ليس ما أقول قلة وفاء، لكنه ضعف المسؤولية. وأيضا هو مطالبة، حتى مطالبة نقابة الفنانين، يعني طالب الجهات الرسمية والمدنية أن أقلها تسمي قاعة باسمه أو مسرح باسمه أو مؤسسة باسمه أو شارع باسمه، لأن هذا الاسم، هذا الرائد الرجل، يعني واحد من الذين أنا شخصيا واحد من الذين علموني الشيء الكثير. أول شيء علمناه، علمنا التواضع. يعني حين تكون معلما كبيرا عليك أن تكون متواضعا كبيرا. حينما تكون بطلا في مقهى يمكن أن توصل الرسالة غير أن تبطل على منصة. يعني هذا الفهم الإنساني للبطولة، للوجود، للتعايش، للتلاقح، هذه مسائل مهمة كلها تعلمناها من يوسف عبد المسيح. يعني أنا لا أريد أن لكن فقط أنا أعطي شفرات، يعني من يتحدث هم الأقرب وهم الأكثر يعني وعيا وأكثر دراية بشغله وبترجماته وبطروحاته ومقارباته. أدعو الأستاذ الدكتور عقيل مهدي للحديث عن يوسف عبد المسيح ثروت. حول مكاني لو
الواقع الأستاذ علي الفواز يعني وضع إيده على نقاط جوهرية خاصة فيما يتعلق بالدور المترجم حينما ينطلق من وضعية محددة، وضعية فيها نوع من التفكك، نوع من الجهل، وأيضا القطيعة هي عندما تكون قطيعة ضد ماذا يعني؟ معنى ذلك أنه الخلاصة البشرية وصلت إلى مرحلة بحيث إحنا مثلا أرسطو من خلى 5 عناصر للدراما، وجاء برخت بالقرن 20 وسوى المسرح الملحمي ضد الأرسطي، كان وحدة بوحدة يقول له أنت هيك تقول أنا أقول هيك، شخصية مثلا تتقمص أنا أقول أعرض الشخصية، مثلا الفكرة أنت عندك من الناس أنا عندي الفكرة الاجتماعية الماركسية المدري كذا. فيعني وحدة بوحدة هي مو قطيعة بالمعنى يعني تدمير السابق، إنما كيفية توظيفه والإفادة منه. يوسف كنت أشوفه بأيام الأخيرة يعني وإحنا يعني بالكلية مخمور تعبان، رجل حتى أحد المترجمين أستاذ فاضل يعني يترجم يقول يعني من يأخذ الكتاب هو يترجمه يعني يروح يترجمه يقول لي أقرأ بالإنجليزي. فمعناها أنا أشوفه عنده نوع من الانتماء الحقيقي لكل مستجد في كتب أجنبية ويحاول ينقلها بطريقة معينة، وراح نحكي شوية عنها. يعني هو أول ما بدأ أولاً بدأ عند الإغريق وشاف كيف الدراما عند أرسطو وشنو آلياتها على سوفوكليس وسخيلوس وأربيدس وأرسطوفانيس دول الكبار، وبعدين هو حاول قدر المستطاع مثلاً من يتقرب إلى شكسبير أو مسرح العبث يونسكو، يقول ذولا يستخدمون يعني شوف يعني هو يترجم وهو يألف في آن واحد، وهاي المسألة تواشج بين الطرفين يدل على وعي نوعي واقتدار كبير. مثلا هو وقف ضد مفهوم هايدغر، وهايدغر هذا الفيلسوف الكبير الألماني اللي يقول الإنسان بما معناه من يولد من أمه يكون القبر بانتظاره، كل خطوة باتجاه الموت، ولذلك يشكل قلق كبير. فكان ينتقده، ولكن صفاء سنقور هاي من كاتب بالأخير يقول له لا تحكي لي عن الواقع حسه، أيام دمار وضعف وانحلال وحروب وتمزق الهوية الوطنية، قال له لا تحكي لي لأنه أريد الموت، يعني أصفى للموت، يعني أريد موت صافي. يعني رجع هايدغري، هو كان يحكي عليه وبعدين بالواقع. وأيضا هو عنده نوع من الإشكالية في طرح القضية، يعني ليس من حاز للماركسية وهو ماركسي، وليس من حاز للعبث وهو يدرك أبعاد العبث وده يعيش العبث واقعيا. وحتى هو مسيحي ما يقول عن المسيح مثلا النبي والكذا، إنما شو يقول السيد، أو بعدين ما يقول المسيح، يقول السيد الناصري، يعني ما يعرف السيد الناصري عباله زين. فهو رجل هذا الالتباس حاول أن يفككه بطريقة ناضجة، وفعلا شكل ملاذ عالم الكتب الأجنبية لأنهم على دراية وعلى وعي. أنا حتى ما أغمط حق كثير من مثقفين المسرحيين والأساتذة، أعتقد هم يمكن تنطبق على بعضهم أنه هو خيط في معطف شون جوجل اللي حكي عنه النقاد، هو خيط في معطف اللي سواه يوسف عبد المسيح ثرى، أي تشيخوف. يعني هذا الإنسان المبدع الكبير، فمن دي يقول أستاذ علي عن تشيخوف يقول تشيخوف قطع اللغة عن دراميته كما عند أرسطو. شون قطعها؟ خلاها مو المهم الألفاظ. يعني لو باخن في بستان الكرز من يحكي ويا حبيبته يريد يفصح لها فما يقدر يفصح لها، أو قاعد مثلا حتى الخال يعني مسرحيته الأخرى زين يتحدثون عن أفريقيا يقول يمكن هسه دا تمطر، بس هو بداخله شوق عارم محترق يريد لو باخن في بستان الكرز عن حبه إلها البارية
ومدى يقدر. فش يقول شيخوف يعني في عمله انه الوضعيه هي اللي تدل. يعني هسه ممكن الاثنين يتنابزون بالالقاب وهم هادئين بضحك زين، انت تفهم انه هذا الالفاظ اللي يقولوها والضحك اللي يسووه يتعاكس ويا الوضعيه اللي هم بيها، خاصه الوضعيه الاجتماعيه وضعيه العرض. فمو كل ما يلفظ هو المهم كما عند ارسطو، انما الوضعيه هي المهمه اللي تخليك كيف تلفظ. يعني البرجوازي استثمرها بريخت، ولهذا يقول المسرح تشخيص بي ينبغي ان ينطلق اولا واخيرا من تشخيص السلوك الاجتماعي وتعديله. يعني انت افق مو فقط من داخل العرض المسرحي، ولذلك الجهل قاتل عندنا يعني من يدخل الى المسرح، واحنا ما شاء الله يرتع الجهل، يعني يرتع ببلاده مطلقه وثقه مطلقه بالبلاده والغباء وتدمير معنى المسرح. ولذلك خطية البعض يصور المسرح كما يرى هؤلاء خطية المهمشين بالوعي، يصور هو ما يدري المسرح شنو، يعني شنو المسرح وآفاقه. وأيضا يتحول إلى كامو، البير كامو، يتحدث عن كامو والعبث والوجود، هو حيل متفاعل وياه، بس يقول عنده للأسف كامو الذات يركز عليها المقطوعة المأزومة المتفردة بعزلتها المخنوقة، ولكنها القادرة على كل شيء. يعني هو بكاليغولا، كاليغولا يجي هذا هو الملك يطبب حصان للبرلمان، يقولهم قوموا له سووا له مراسم الطاعة للحصان لأنه السلطة، فيقدر كل شيء يسوي إذن عند كامو، ويقدر كل شيء ما يسوي منقطع والفرد، وخاصة أسطورة سيزيف اللي صعد الصخرة وعلى مسرح صغير يقول هيك ما أدري كم متر كينونات بشرية كونية تولد وتدحض على هذه الخشبة الرهيبة. فإذا وبعدين يروح على براندلو، هذا يقول الذي يحاول أن يجعل الحياة أقوى من شخوص المسرح. فست شخصيات تبحث عن مؤلف يبهذلوا للمؤلف، كل واحدة قاضي تسوي تقول للمؤلف. معنى ذلك يقول ثروة أيضا يذكر أنه المؤلف استطاع أن يضخ دم بأشباح هو يتخيل هالمسرح، يعني تخيل شخصيات. أنا حتى يعني عذرا عن تجربتي في السيرة الافتراضية أجيب يوسف العانية أتخيل له شغلات، أجيب العلامة الوردي الاجتماعي أخليه بزمن الاحتلال الأمريكي يعتقلوه. المعنى أنه تواصل الفكر بأي طريقة بأي معنى، وهي يراد لها حديث. أيضا يتحدث عن اللامعقول، يعني يقول يونسكو في مسرحية أميديا جثة تبدأ تنفخ وتتضخم وهم قاعدين بشقة اثنينهم، وبحيث تطلع رجليها انا راح عفوا خاف الاخرين يجوز عندهم حديث. فيريد يدل على انه موت الحب بين الزوج وزوجته، شياب اثنين واحد يكره الاخ، يعني الخلاصه اللي طلعوا بها ما حد يحب الثاني. ولذلك يضخم هذه الجثه تضخم مثل ما يضخم موت حبهم. فهنا الاستعاره تشتغل، المجازات تشتغل، مو مثل هناك بس الالفاظ مثلا والحوار. يعني يكفي انت لشكسبير انت سمعه من الحوارات مالته، يعني شنف اذنك ووعيك وبالجمال، يعني بالحوار اكائن انا ام غير كائن، او تلك هي العله يا نفسي عله اعتذر اليك عن تسميتها ايتها النجوم الطاهره. ليش قال طاهره؟ لان بداخله عباله اكو دنس بمرته وهو زيف، بحيث بعدين من يكتشف الحقيقه ينتحر. بس يقولوا مرجوكم نقلوا حكايتي كما صارت، لا تبالغون بها كما هي، لأن أني بمعنى أنه هذا الاستعجال والتهور، ويعد نحن تهور بالوسط الثقافي أيضا، يعني تدمير هذا وتهميش آخر ويحكي بطريقة يعني ما تنسجم مع آفاق الثقافة، ولا تنزل تهم مثل ابن المحلات الشعبية وتعامله بالمثل،
مثل احدهم يقول كانوا الشرطه يسموهم على الكله يعني شرطه، فانت هم تنفض كله وتخلص الاول وبالتالي ذا هيك الاتصال زين. وايضا يتحدث بشكل عن برناتشو يعني مسرحيه مهنه السيده وارن زين، اللي هي الام تتزوج واحد تافه لص في حين بيتها تبصق عليه، فشوف التناقض. جان كوكتو في مسرحيته ايضا مدرسه الارامل يطلع يعني ام متخبله زوجها مات يعني بالمقبره تروح المن تتزوج الدفان يلا على اساس هاي منتهى العذريه. ما تيسر ما يعني ما كان يتيسر لكاتب المسرح او ان يعني ما نسمي القاعده العميقه للكتابه المسرحيه كانت تنطلق من هذه الرساله. يوسف عبد المسيح ثروت بحكم انتماء الايديولوجي يعني غير التنظيمي، انتماء الانساني للخط الواقع الاشتراكي وللثقافه الماركسيه بشكل خاص، كان يجعل يتعامل مع الصناعه صناعه المشهد المسرحي او صناعه الرساله بعمق انساني. كيف يعني؟ هو تعامل مع كامو، تعامل مع سارتر، تعامل مع مسرح الابث دموف ويونسكو وغيرهم. كيف تعامل يعني؟ هل تعامل مع يونسكو بوصفه يونسكو او انه يعبر عن لحظه مفصليه في حياه تحول المجتمع الفرنسي مثلا؟ يعني انا قبل سنتين كنت في باريس شاهدت مسرحيه ليونسكو لا اتذكر عنوانها، صار لها تعرض 34 سنة يتبدلون ممثلين بعد 4 سنين يموت ممثلين يموت مخرج وكذا، لكن القصد أن الرسالة الجمالية والرسالة الإنسانية وفكرة الحفاظ على الرمز هذه مهمة بالنسبة إلى مجتمع مثقف يؤمن بهذه البنية الكبيرة للمسرح. إحنا أيضا يعني القصد أنه يوسف عبد المسيح ثروت حينما كتب عن هؤلاء، يعني هو بالمناسبة هو واحد من الذين ترجموا كولن ويلسون إلى الثقافة العربية قبل حتى أن يترجموا اللبنانيين والمصريين، وأيضا واحد من الذين تعاملوا مع شكسبير حتى أن يترجم جبر إبراهيم جبرة وأن يترجموا الآخرون. القصد أن ليوسف عبد المسير كان عند هذا الوعي الاستشرافي الذي يهمن أن الثقافة صناعة، أن الثقافة تفاعل، أن الثقافة تأسيس، أن الثقافة تعالق ما بين الوعي منتج الوعي وما بين متلقي الوعي. لذلك هو حينما يعني ترجم أعمال شكسبير وحينما ترجم المسرح الطليعي ومسرح العبث ويعني وقدم النيا، هو بالمناسبة قدمه كجزء من منظومة المعرفية يعني جزء من منظومة الأيديولوجية، لأن كان يؤمن أن أن العبث هو فلسفة، هو انعكاس للتحول الذي حدث داخل العقل الرأسمالي، الإحساس باللا جدوى، ضياع الإنسان. يعني العبث عد كامو ولا سيزيف عد كامو هو مو شخصيات عابرة وعائمة، وإنما هي تعبر عن تحول عميق داخل البنيات المجتمعية. حينما سيزيف يصل الإنسان إلى اللا جدوى، هذا العمل اللا مجدي، أنك تعمل في مكان ما وبالتالي أنت تروح وترجع وبالتالي أنت يعني تماما هذا ماكو متوالية لا جدوى. وحتى في الروايات الأخرى لكامو وحتى لسارتر حينما تحدث عن الغثيان وتحدث عموما، يعني أنه هذه القضايا ينبغي أن ندركها ليس في سيرورتها أو في ذاتها عفوا، بقدر ما نربطها بتعالقها الفكري. يعني نربط أن المسرح هو جزء من الرؤية العميقة للمجتمع، الرؤية العميقة للتحول الذي يحدث داخل، وهذا أهمية كانت أهمية المسرح العراقي حينما تعامل مع قضايا كبرى، يعني تعامل مع الأساطير بوصفها واقعا، وحينما تعد مع العبث وأعتقد أن روادنا الكبار سامي عبد الحميد ويوسف العاني والمرحوم قاسم محمد وغيرهم من هاي الأسماء الكبيرة التي صنعت لنا أرضا يعني أرض صلبة، لكن يعني للأسف لأسباب شتى بدأ يشط المسار بالبعض حتى ذهبوا بالمسرح إلى متاهة أخرى. أدعو الأستاذ شكيب سعودي للحديث.
السلام عليكم. يوسف عبد المسيح ثروت. يوسف عبد المسيح ثروت المعلم الذي أثر الحياة الثقافية في العراق. منذ سنوات بعيدات كنا ننتظر وصول العدد الجديد من مجلة الأديب اللبنانية التي كان يصدرها البير أديب مدة زادت على 40 سنة، إذ أصدر عددها الأول في كانون الثاني سنة 41، واستمرت الأديب في الصدور حتى إذا عصفت الحرب الأهلية بلبنان سنة 75، تلكأت الأديب في الصدور وما عتمت أن توقفت بسبب وفاة صاحبها ومنشئها البير أديب رحمه الله خريف سنة 85. والحقيقة هذا الموضوع يحيلنا إلا أن الكثير من المجلات الثقافية في العالم العربي مرتبطة بحيوات منشئيها ومصدريها مثل الآداب وغيرها والرسالة وغيرها. ولعل من أسباب شغفنا بقراءة مجلة الأديب إلى جانب الآداب أنها كانت تقدم لنا مواد أدبية وثقافية، قصة ونقدا وشعرا وبحثا، فضلا عن مقالة ضافية راقية في المسرح وكتابه على مستوى العالم تدبجها يراعة الأديب والباحث والمترجم الدقيق يوسف عبد المسيح ثروت. أذكر بعض مقالاته التي رجعت إليها إلى يعني، ومنها مقالته المعنونة بلوركا والمرأة العاصفة عدد تموز 67، فضلا عن مقالة عنوانها هنريك إبسن والرمز والدلالة عدد أيلول في السنة ذاتها، وأخرى عن لويجي بيرانديلو وظلال الوهم الكبير، تناول فيها أعمال القاص والمسرح الإيطالي بيرانديلو. ثم ينقلنا في العدد الصادر في كانون الثاني 68 إلى مسرح صيموئيل بيكيت القاص والكاتب المسرحي المولود بدبلن سنة 6 والمتوفى سنة 89، واشتهر بأدب اللامعقول ولا سيما في مسرحيته الشهيرة البحث عن جودو، أو بترجمة أخرى بانتظار جودو. وفي جودو تورية بلاغية عن The God، عن الرب الإله، وسينحو الكاتب المصري الكبير توفيق الحكيم نحوه بأن يكتب لنا مسرحيته يا طالع الشجرة. كما درس يوسف عبد المسيح ثروت مسرح برنارشو والجزء الآخر في عدد مايس 68. وإذا كان يوسف عبد المسيح قد قدم لنا عددا من كتاب المسرح المعروفين مثل هنريك إبسن وبيرانديلو بيكيت وبرنارشو، فإنه كتب دراسات عميقة عن مسرحيين غير معروفين على مستوى عامة القراء لعله يعرفه المختصون، مما يدل على تمكنه وعلميته واطلاعه الواسع على عوالم المسرح، فيقدم لنا دراسة عن الكاتب المسرحي الإيرلندي سين أوكيز وعنوانها طبول الغرور في كانون الثاني 66، وأخرى عن جورج بوخنر رائد المسرح الألماني آب 67، وثالثة عن رائد المسرح الاجتماعي الألماني جيرهارد هاوبتمان والهرم المسرحي كانون الثاني 68، وغيرها كثير. لكن الذي يؤسف له أن هذه الدراسات القيمة والذي بدأ بنشرها بداية منذ سنة 52 في مجلة الرسالة لصاحبها الأديب المصري أحمد حسن الزيات، لكن للأسف أوقفت هذه المجلة بعد صعود الضباط إلى السلطة سنة 52، وأغلقوا الكثير من الجرائد والمجلات التي كانت زاخرة بها في العهد الملكي. وانتقل ثروج من الرسالة إلى الأديب اللبنانية ثم إلى الأقلام والطليعة الأدبية العراقيتين،
ظلت هذه الدراسات مما يؤسف له ثاوية في بطون المجلات، وما تولى جمعة هذا نتاج الثر العظيم ترك يعني، وهذا كارثة. ظلت هذه الدراسات ثاوية في بطون هذه المجلات وما تولى جمعها وإخراجها في كتب. وبهذه المناسبة أتذكر المقال الجميل الأنيق عبد المجيد الشاوي، كان يكتب مقالة رائعة ضافية لكنه تركها أيضا وبوفاته ظلت في بطون المجلات. ما اقتصر يوسف عبد المسيح ثروته والشغوف بفن المسرح على الكتابة عن المسرح وكتابه، بل كتب في مناح متعددة مما يؤكد غناه المعرفي والثقافي على الرغم من تحصيله الدراسي المتواضع. فهو يعني تقرأ دراساته فتعجب، فهو كتب عن دانتي أليجيري وغوتا وولت ووتمان وجون ميلتون وبلزاك وتوماس مان وجاك لندن وديكنز ودستويفسكي وسارتر وسيمون دي بوفوار وهمنغوي واندري مارو والأديب الفرنسي المتبطل المتصعلق جان جينيه الذي خصه سارتر. العجيب أنه خصه بكتاب عنوانه القديس بينما هو يعني مبتذل ومتبطل، عنوانه القديس جينيه، فضلا عن كتاب آخر للأديب المغربي المتصعلق أيضا هو الآخر محمد شكري عنوانه جان جينيه في طنجة. ومحمد شكري له مجموعة من الكتب يعني بهذا العنوان، جين جينيه في طنجة، بول فاولز في طنجة، فلان في طنجة. واستقر هذا الكم الوافر في دراسة الأدب بأوروبا والغرب التي قدمها يوسف عبد المسيح ثروت، فإن الذاكرة يعني أنا أستحضر حينما أقرأ هذا الرجل، أستحضر الأديب الأنيق الجميل نجيب المانع في ثراء قلمه ودراساته الأدب الأوروبي، ما كتب في الأدب العربي، كتب في الأدب الأوروبي فقط، وعوالم الموسيقى. نجيب المانع الذي أضعناه كما أضعنا الكثير الكثير، فارق الدنيا وحيدا في منزله بلندن، مات وعلى صدره كتاب يقرأ فيه ويستمع للموسيقى، وما اكتشفت موته سوى أخته القاصة والروائية سميرة المانع. خبرته فلم يرد، فذهب هو وزوجها صلاح نيازي إلى داره فوجدوه ميت منذ أكثر من يومين. يوسف المعلم الذي تفتحت عيناه على الدنيا في الجنوب التركي وعاش في بعقوبة قبل أن ينتقل إلى بغداد، وقدم كماً وافراً من الكتب الموضوع منها والمترجم، عاش أيامه الأخيرة في يأس مرير وعذاب نفسي مدمر، وهو يرى الحال الذي آل إليه العراق ولا سيما بعد حرب سنة 91 ومن قبله فرض الحصار وتحول الحياة في العراق إلى جحيم، فكان يداوي نفسه بالتي كانت هي الداء حتى نعاه الناعي أواخر شهر كانون الثاني سنة 94 عن نحو 73 سنة. أيضا نعود، ما استأثر موته يعني باهتمام المسرحين، بس كتب عنه مجموعة من الأدباء منهم الشاعر ياسين طه حافظ، رثاه الشاعر ياسين، كذلك الشاعر الشاب في وقتها والمهاجر الآن وسام هاشم، فضلا عن مقالة كتبتها أنا في جريدة العراق، وهذه حديث عن يوسف عبد المسيح ثروت، نشرت يوم الخميس 24 من شهر شباط سنة 94، عنوانها حديث عن يوسف عبد المسيح ثروت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ شكيب كاظم السعودي. يعني فقط ديغول من كلف أندري مالرو لوزارة الثقافة، ما الذي قاله مالرو لديغول؟ قال له عبارة يعني كيف ترجمت بس المهم الفكرة مالته، قال له أنا الآن إمبراطور فرنسا، أي أن المثقف
حينما يتسنم مسؤولية لها علاقة بصناعة الوجدان وصناعة الوعي فإنه يستطيع أن يتحكم بمقادير الأشياء. هذا يعودني إلى أن تاريخ السلطات أو تاريخ الحكومات بالعراق كلهم لم ينصتوا لصوت المثقف، لذلك كلهم أنتجوا الخيبات وتورطوا بالخيبات. هي دعوة، يعني دعوة للسياسي أن ينصت إلى المثقف، ليس كما قالت إحدى السياسيات العراقيات أن المثقف العراقي مغرور ومتعالي. دائما الصوت المهم دائما هو عالي يعني. فعلينا أن نعيد إنتاج المفهوم، ماذا يعني العلو؟ المثقف يساعد السياسي على أنسنة الحياة. وهذا أيضا يرجعنا إلى يوسف عبد المسيح ثروت الذي كان يؤمن، أولا يؤمن بالأخلاق، يؤمن بالمعرفة، يؤمن بالعلم، ويؤمن بشيء آخر هو مهم يعني في شغلنا الثقافي، يؤمن بالتجريب، أي تجديد، أي أن الثقافة هي ليست كرسي يوضع في مكان، وإنما هو ماء في نهر. يرجعنا إلى حكاية هيرقلس أنه لا يمكن أن يكون الماء أو تسبح في النهر مرتين. يعني هذه السيرورات بتقديري هي اللي تخلينا حينما نتصدى لمهام تاريخية كبيرة أنه نضع أمامنا هذه التحديات، التحديات التي تتعلق أنك إذا تريد أن تصنع تاريخا عليك أن تصنع العقل الذي يحرك التاريخ. تريد أن تصنع رسالة، ينبغي أن تصنع تحول، ينبغي أن تصنع الرسالة اللي تؤمن بالتحول وتوصل الخطاب من خلال الرسالة. هذا عموم يعني أعتقد أن اليوم هذه استعادتنا المؤلمة والبسيطة ليوسف عبد المسيح ثروت، لكن العميقة برسالتها وبحضور الأصدقاء الأوفياء لرسالة هذا يأكدنا على أننا الآن ونحن في هذا المنعطف التاريخي المعقد، هذا التحول باتجاه أن نفكر ببناء دولة أمة، نفكر ببناء دولة مجتمع، نفكر ببناء دولة حياة. علينا أن ندرك أن التأسيس الأول لهذه الدولة هو يكمن أننا نؤثث العقل العراقي حتى يمكن أن يتصدى لمهام التحول السياسي، التحول الديمقراطي، التحول الاجتماعي، التحول الاقتصادي، حتى يمكن أن يكون هذا التحول تحول حقيقي. أنت لا يمكن أن تؤسس على الهواء، ولا يمكن أن تؤسس على الماء. إذا لم تؤسس على الأرض فأن الماء الجارف وأن الهواء الجارف سيذهب بك إلى اتجاه آخر. أعتقد أن هذه، ونحن نستعيد يوسف عبد المسيح ثروت، علينا أن نستعيد هذا الثالوث، ثالوث الالتزام، الأخلاق، الوعي، والتجريب أي التجديد. وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم. بالنسبة لي يوسف عبد المسيح ثروت درسني بصف الخامس ابتدائي عام 1964 في مدرسة الصادق. نعم، مدرسة الصادق الابتدائية في منطقة الأمين بجانب داره، وكان يأخذني إلى بيته في سيارته الموسكوفيج اللونها جوزي، وزوجته الست جوزفين. كنت أرتاد إلى بيته وأنا صغيرا في العمر، كنت واعيا في زمني أنذاك وكنت عارفا ببعض الأمور، فاستهواني الرجل ودارنا قريبا من داره، فتعلمت منه أشياء كثيرة. يوسف عبد المسيح ثروت ترجم المعقول واللا معقول بالأدب الحديث لكولن ويلسون قبل أن يترجمه سامي خشبة بسنوات. نعم. بالنسبة احنا كعراق نحكي، كان يلتقي مع يوسف الآخر، لا منتمي، كان يلتقي مع يوسف الآخر صاحب المكتبة اللي موجودة مقابل سينما الزوراء. الرجل يوسف عبد المسيح ثروت بحد ذاته كان يميل في كتاباته لمدرسة العبث بتقديري الشخصي. أنا لست أديباً،
إنما باحثا في التراث البغدادي، والجميع يعرفونني لقاعة شناشيل، أنا أحد رواد أو إدارة قاعة شناشيل. يوسف عبد المسيح ثروت لم ينجب أحدا، إنما أنجب ثقافة، لم يكن له وريثا، ليس له أولاد. يوسف عبد المسيح ثروت قضى جزءا كبيرا من عمره في الهويدر، القرية الوادعة، ومن تلاميذه الست هيام الخالدي وعبد الكريم جعفر الكشفي، نعرف الأستاذ اللي موجود من تلاميذي في مدرسة الهويدر، وانتقل إلى بعقوبة وسكن في بعقوبة. الرجل عاش رتحا كبيرا بعيدا عن أمور كثيرة في الحياة، كان بسيطا في ملبسه، في مأكله، في طريقته، وحتى الغليون الذي كان يدخنه بطريقة تنم عن شخصيته المتواضعة. رجل فاضل، عاش ومات فاضلا، وترك حيزا كبيرا في الثقافة. شكرا لكم لهذه المداخلة. نبيل الحسيناوي، باحث في التراث البغدادي، وأشكر الجميع.